لا جوره. آمين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات ورازق الحياة هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان ولا دهر الداهرين امين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا. يا سيد تجاوز عن سيئاتنا. يا قدوس طلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان ولا دهر الداهرين امين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. آمين. يا رب ارحم 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 يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان ولا دهر الداهرين آمين. هلموا نسجد ونركع لملكنا وإلهنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح هذا هو ملكنا وربنا وإلهنا. ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رأفتك امحو مآثمي. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني لأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك. ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي. لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستراتها تنضحني بالزوف فأطهر وتغسلني فأبيض أكثر من الثلج. تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة. أعرض بوجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي أعضدني فأعلم الأثمة طرقك والكفرة إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبحتك. لأنك لو أردت الذبيحة لكنت الآن أعطي لكنك لا تسر بالمحرقات. فذبيحة لله روح منسحق القلب المتخشع والمتواضع لا يرضله الله. أصلح يا رب بمسرتك صهيون ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ تسروا بذبيحة العدل قربانا ومحرقات. حينئذ يقربون على مذابحك العجول. اللهم أصغي إلى معونتي يا رب أسرع إلى إغاثتي. ليغزى طالب نفسي ويخجلوا وليرتد الذين يريدون لي الشر إلى الوراء ويغزوا. وليرجع في الحين بالخزي القائلون لي نعما نعما. وليسر بك جميع الذين يلتمسونك يا الله.
وليقل في كل حين محب خلاصك يتعظم الله. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أعني. أنت معيني ومنقذي يا رب، فلا تبطئ. يا رب استمع إلى صلاتي وانصت بحقك إلى طلبتي. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، لأنه لن يتزكى قدامك حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل إلى الأرض حياتي وأجلسني في الظلمة مثل موت الدهر، وأجر علي روحي واضطرب في قلبي. تذكرت الأيام القديمة وهذت في كل أعمالك، وتأملت في صنائع يديك. بسطت يدي إليك نفسي أمامك كأرض مجدبة. أسرع فاستجب لي يا رب، فقد فنيت روحي. لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا لرحمتك، فإني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها، لأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، لأني لجأت إليك. علمني أن أعمل رضاك، لأنك أنت هو إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة، من أجل اسمك يا رب تحيني. بعدلك تخرج من الضيق نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتهلك كل الذين يحزنون نفسي، لأني أنا عبدك. المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. نسبحك، نباركك، نسجد لك، نمجدك، نشكرك لأجل عظيم جلال مجدك. أيها الرب الملك الإله السماوي، الآب الضابط الكل، أيها الرب الإبن الوحيد يا يسوع المسيح، ويا أيها الروح القدس، أيها الرب الإله يا حمل الله، يا ابن الآب، يا حامل خطيئة العالم، ارحمنا. يا رافع خطايا العالم، اقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب، وارحمنا، لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح، لمجد الله الآب، أمين. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. يا رب ملجأ كنت لنا في جيل وجيل، أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي، لأني قد أخطأت إليك. يا رب إليك لجأت، فعلمني أن أعمل رضاك، لأنك أنت هو إلهي، لأن من قبلك هي عين الحياة، وبنورك نعاين النور. فابسط رحمتك على الذين يعرفونك. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذه الليلة بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله آبائنا، مسبح وممجد اسمك إلى الأبد، أمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب، علمنا وصاياك. مبارك أنت يا سيد، فهمنا حقوقك. مبارك أنت يا قدوس، أضئنا بعدلك. يا رب رحمتك إلى الأبد، وعن أعمال يديك لا تغفل. لك ينبغي المديح، لك يليق التسبيح، لك يجب المجد، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين، أمين. أؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، وتألم وقبر، وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب، وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين الآب،
وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن، مسجود له وممجد، الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. بواجب الاستهال حقاً نغبط والدة الإله الدائمة الطوبة البريئة من كل العيوب أم إلهنا، يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجداً بغير قياس من السيرافيم، يا من هي بغير فساد ولدت كلمة الله، حقاً إنك والدة الإله إياك نعظم. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερέξω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος ταύτης τα θαύματα. Αυτά φανήθα εντελειορούχα, ότι κόλλαν φαϊδόν να χωαλούν μελικά. Σώσον ημάς Χριστού βιβλών εμψυχών εσφραγισμένην σε πνεύματι ο Μέγας Αρχάγγελος Αγνή Θεόμενος επεφώνηση χαιρε χαράς δοχείων δίστης προμήτωρος αραλυθίσετε. Αιά του Αλφα εκοντσούα, βάλιτα του λίλα η χαλισίνα. Εφράχη αιά του Αλαδρά, αλούσα τ'Αλλά. Για εσλάχα Άδαμ, βατακμήμαχου. Εφράχη αμαν αμάτα τ'Ιλ'Γαχήμ. Για μπαρή من كل عين افرحي يا بلاطا للملك الوحيد افرحي يا عرش النريع لضابط القول دوكسا باتري كي ايو كي ايو بنفماتي Ρόδον το αμάραντον χαίρε ημών η βλαστήσασα, το μήλον το εύφοσμα χαίρε η τέξασα, το σφραδιόν του πάντων βασιλέως, χαίρε απειρόγαμε κόσμου διάσωσμα. Αλλάνο κουλαβάνεν βαϊλα δαρην ταϊρην αμήν. Εφράχη αδαχήρατεν αφάβα, εφράχη αμέν διάνα άδνα μην σαφατινά. Εφράχη αιάτου ασαϊδά, سوسن الذي ذا التناسل معطرا للمؤمنين وبخورا زكيا رائحا وطيبا جزيل الثمن يا والدة الغذاء بما انك الينبوع الحي المؤمنين
تدفق بسخاءٍ واطلدينا نحن المنشدين تسابيحك الملتئمين محفل الروحية وفي مجدك الإلهي أهلنا لأكاليل المجد والشراب تسوس من الله ثواتك وزوسك عفونا سبيه ثياس سنغراتيس عندس Πνευματικών στερεώσων και τη Θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξιώσων. Εα το αλφα εχω χωτσούα βάλιδα του λιλαϊ χαλισίνα. Ιφράχη αια του ασαϊδά. يا من أفرعت السنبلة الإلهية بوضوح كحقلة غير مفلوحة افرحي أيتها المائدة المتنفسة التي وسعت خبز الحياة افرحي يا ينبوع الماء الحي الذي لا يفرغ يا الفائق قدسها يا وليدة الإله خلصينا السلام عليك أياتها الفتاة التي ولدت للمؤمنين الفتى البريء من كل العيوب افرحي أياتها السيدة التي حملت حمل الله الرافع خطايا العالم بأسره افرحي يا اغتفارا حارا جدا المجد للأب والابن والروح القدس افرحي يا صبحا منيرا يا من وحدها جلبت لنا المسيح الشام السلام عليك يا مسكين الضوء افرحي يا مزيلة للظلام ومحيقة ختام الشياطين المدلهمة بالكلية الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين افرحي أياتها الباب وحدك الذي فيه اجتاز كلمة الله وحده افرحي يا من صحقت بمولدها أبواب الجحيم وأمخالهم افرحي يا دخول المخلصين الإلهي السلام عليك أياتها السيدة ذات كل تسبيح إن يسوع الفائق التألق الجالس بمجد على سدة الله قد ورد على سحابة خفيفة وخلص بقبضته غير الفاسدة الصارخين نحوه
المجد لقدرتك أيها المسيح. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، نتوف إليك بأصوات النشائد بإيمان يا ذات كل تسبيح قائلين: السلام عليك يا جبلا سمينا مجبنا بالروح. افرحي أيتها المنارة والجارة الحاملة المن المحلية حواس الحسني العبادة. أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا، السلام عليك أيتها السيدة الطاهرة يا اختفار العالم. افرحي أيتها السلم المصعدة الكل بالنعمة من الأرض إلى السماء. افرحي يا جسرا ناقلا بالحقيقة من الموت إلى الحياة، جميع الذين يسبحونك. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. افرحي أيتها الطاهرة يا من يرفع سمو من السماوات. افرحي يا من حملت في أحشائها أساس الأرض من غير مشقتين. السلام عليك يا حلزونتان قد صبغت من دمائها برفيرة إلهيتان لمالك القوى. Son Patrick ayant pneumati. السلام عليك أيتها السيدة التي ولدت واضيع الناموس الذي يمحو أثم الكل مجانا. افرحي عمقا لا يدرك وعلوا لا يصاب. افرحي يا من لم تعرف زواجا التي بها تألهنا. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أياتها البتول إياك نسبح يا من ضفرت للعالم الإكليل الذي لم تطفره يد هاتفنا نحوك. افرحي يا حصنا وسورا وثباتا وملجا شريفا للجميع. أياتها البتول التي لم تعرف زواجا إن البرايا بأسرها قد انذهلت من مجدك الإلهي لأنك حملت في أحشائك إلى الكون وولدت الابن غير المحدود في زمانك.
ومنحت الخلاص لكل الذين يسبحونك. أيتها الفائق قدسها يا والدات الإله خلصينا افرحي. أيتها البريئة من كل عيب يا من ولدت طريق الحياة وخلصت العالم من طوفان الخطيئة. السلام عليك يا عروس الله افرحي يا سماعا رهيبا وخطابا مخوفا. السلام عليك يا منزلا لسيد الخالق. أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا. السلام عليك أيتها الطاهرة يا قوة البشر وثباتهم والمكان المقدس للمجد وإماتة الجحيم والخضر الكلي الضياء افرحي يا فرح الملائكة. السلام عليك يا معونة الطالبين إليك بإيمان. أيها الفائق قدسها واردة الإله خلصينا افرحي. أياتها السيدة المركبة ذات الصورة الناري يا للكلمة يا فردوسا حيا حاويا في وسطه الرب عود الحياة الذي حلاوته تحيي السقيطين في الفساد إذ تناولوا منه بإيمان. المجد للأب والابن والروح القدس نحن الذين تأيدنا بقوتك نهتف إليك بإيمان قائلين افرحي يا مدينة ملك الكل التي فيها قيلت المدائح الواجب سماعها بوضوح. أياتها الجبل غير المنقطع السلام عليك يا عمقا لا قرار له أصلا. أنا وكل أوان وإلى دار داهر أمين. السلام عليك أيتها الطاهرة المسكين الرعب الذي للكلمة والصدفة التي أبرزت اللؤلؤ الإلهية افرحي يا والدة الإله الأعجوبة الكلية التي صلحت مع الله كل الذين يغبطونها دائما. هلموا يا أيها المتعلق العقول لنصفق بالآيات مقيمين هذا العيد الإلهي
الكل الإكرام الذي لوالدة الإله ونمجد الإله الذي ولد منها تنسي عن طافتك قديما تلون دسارتيني ثافر الناس تستعمي طرس ذفت تسخير أسكرتي صامن تنك صفتي استكثن داثون ذوكس عزندس أيات الفائق غسوها والدة الإله خلصينا افرحي يا خضرا للكلمة بريئا من الدنس وعلى التألؤ القول يا كلية الطهارة وكرز الأنبياء السلام عليك يا جمال الرسل وزينتهم أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا إن منك قطر النادى الذي أخمد لهيب كثرة الآلهة لأجل ذلك نهتف إليك قائلين افرحي أياتها البتول الجازة المندى التي سبق جدعون فعيانها قديما المجد للأب والابن والروح القدس إننا ناتف نحوك بالسلام فكوني لنا مينا وملجأ نحن الغارقين في بحر الأحزان وشكوك المحارب ومآثره بأسرها الآن وكل آمان وإلى دهر الداهرين آمين يا علة الفرح أنعم على فكرنا لنصرخ إليك افرحي أياتها العوسجة غير المحترقان والسحابة الكلية الضياء التي تظلل المؤمنين دائما Oh,
Oh.
المتقدم في الملائكة أرسل من السماء ليقول لوالدة الإله افرحي إيك الفاء قدسها والدة الإله خلصي Protostatis uranothen επέμφθη, υπή την Θεοτόκοτον χαίρε. Υπεραγία Θεοτόκεσόν ημάς. Εν αλμουτακαδίμα φι الملائκα, ουρσιλά μιν ασσαμά, ليقول لوالدة الإله افرحي أيتها الفاء قدسها والدة الإله خلصي إنا فلما عاينك متجسدا يا رب مع الصوت غير المتجسد إن ذهل وانتصب صارخاً نحوها هكذا افرحي يا من بها أشرق السرور افرحي يا من بها اضمحلت اللعنة افرحي يا استعادة آدم الساقط افرحي يا نجاة حواء من البكاء والنحيب افرحي يا علوا يتعذر على الأفكار البشرية الارتقاء إليه افرحي يا عمقا
يتعذر على أبصار نفس الملائكة النظر إليه. افرحي لأنك تصيرين للملك عرشا، افرحي لأنك تحملين الضابط الكل، افرحي يا كوكبا أظهر الشمس، افرحي يا بطن التجسد الإلهي، افرحي من بها تتجدد الخليقة، افرحي من بها صار الخالق طفلا، افرحي يا عروسا لا عروس لها. ذاتها في غاية الطهارة قالت لجبرائيل بجرأة: إن صوتك المستغرب يظهر في نفسي عسر القبول، لأنك كيف تتفوه بولادة من حبل بغير زرع صارخا آللويا. قد التمست أن تعلم علم ما لا يعلم، فهتفت نحو الخادم قائلة: قل لي كيف يمكن أن يولد من الأحشاء النقية ابن؟ فأجابها ذاك بخوف صارخان هكذا: افرحي يا حافظة سر الرأي الذي لا يوصف، افرحي يا إيمانا يستلزم الصمت، افرحي يا مقدمة عجائب المسيح، افرحي يا بدء عقائده، افرحي يا سلما سماويا بها انحدر الإله، افرحي يا جسرا ينقل الذين في الأرض إلى السماء، افرحي يا أعجوبة الملائكة الذائع صيتها جدا، افرحي يا جرحا للشياطين
يناح عليه كثيرا. افرحي يا من ولدت النور بحال لا توصف. افرحي يا من لم تعلم احدا عن كيف. افرحي يا من تفوق معرفة الحكماء. افرحي يا من تنير أذهان المؤمنين. افرحي يا عروسا لا عروس لها. ظللت حينئذ عند الحبل العادمة خبرة الزواج، وأوضحت أحشاءهم الحسنة الثمار كحقل لذيذ لكل المؤثرين أن يحصدوا خلاصاً عند ترتيلهم هكذا. آللويا. بطن قابل للإله بادرت نحو إليصابات، فحالما شعر جنين هذه بسلام تلك فرحا بارتقاد وبتسابيح هتف نحو والدة الإله. افرحي يا كرمة غصنها لا يذبل. افرحي يا حقلا ثمره لا يفسد. افرحي يا فلاحة الفلاح المحب البشر. افرحي يا من أنبتت غارس حياتنا. افرحي يا حقلة مفرعة خصب الرافات. افرحي يا مائذة حاملة غفرانا وفيرا. افرحي لأنك تنمينا رياض النعيم. افرحي لأنك تهيئين ميناء النفوس.
افرحي يا بخور الشفاعة المقبول، افرحي اغتفار كل العالم، افرحي يا مسرة الله بالأنام، افرحي يا دلتهم أمامهم، افرحي يا عروسا لا عروس لها. افرحي العفيف لما راك يا برية من العيب عديمة الزواج ذهل متحيرا في دواخله من أفكار مضطربة ظانا أنك مختلسة مباشرة، لكنه لما عرف أن حبلك هو من الروح القدس صارخ آللويا.
والدة الإله خلصينا. نهتف نحوك بالتسابيح قائلين: افرحي يا مركبة للشمس العقلية، يا كرمة حقيقية قد أينعت العنقود البالغة، القاطرة الخمرة المفرحة نفوس الذين يمجدونك بإيمان. أيتها الفائق قدس والدة الإله خلصينا، افرحي يا عروس الله يا من ولدت شفيع البشر، افرحي أيتها العصا السرية المفرعة الزهرة التي لا تذبل، افرحي أيتها السيدة التي بها نمتلئ فرحا ونرث الحياة. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، أيتها السيدة إن ألسن الخطباء الفاصحات تقصر عجزا عن التحدث في تسابيحك، لأنك سموت على السرافيم بموليدك المسيح الملك، فإليه ابتهلي أن ينقذ الآن من كل مضرة الساجدين لك بإيمان. المجد للآب والابن والروح القدس. أيتها النقية إن الأقطار تمدحك، مغبطة إياك وصارخة نحوك، افرحي أيتها الدرج الذي فيه رقمت الكلمة بإصبع الآب، فإليه ابتهلي يا والدة الإله أن يكتب عبيدك في كتاب الحياة. الآن وكل أوان وإلى دهر الدهر آمين. يا والدة الإله النقية، إننا نبتهل إليك نحن عبيدك، ونحني ركبة قلبنا فأميلي أذنك وخلصينا. نحن الغارقين في بحر الأحزان، واحفظ مدينتك من جميع غوائل الأعداء. إن مولد والدة الإله قد حفظ الفتية الأطهار في الأدون السليمين، إذ كان حينئذ مرسوماً، وأما الآن فقد حصل مفعولا، وهو ينهض المسكون بأسرها إلى الترتيل هاتفا. سبحوا الرب يا جميع أعمالي، وزيدوا رفعة مدده.
قد قابلت في حشاك الكلمة وحملت الضابط الكل وغذيت باللبن المغذي بإشارته كل المسكونة الذي نرتل له هاتفين سبح الرب يا جميع أعماله وزيده رفعة مدده أيتها الفائق قدسها واردة لله خلصينا أيتها البتول القديسة البريئة من الفساد إن موسى أدرك في العليقة سر مولدك العظيم والفتية سبقوا فرسموا ذلك بأجل بيان بانتصابهم في وسط النار وعدم احتراقهم لذلك نسبحك مددته قدسها والدة الإله خلصينا أياتها الفتاة تمسكن النور إننا نحن الذين تعرينا بالخديعة قديما وتسربلنا بمولدك حلة عدم الفساد والجالسين في ظلام السقطات قد أبصرنا النور لذلك نسبحك مدى الدهور المجد للأب والابن والروح القدس أيتها البتول إن الأموات بك تحيا لأنك ولدت الحياة ذات الأقنوم والعديم التكلم بدءا يصيرون حسني النطق والبرص يطهرون والأمراض تطرد مقصاة وزمرة الأرواح التي في الجو تغلب منهزمة بك يا خلاص البشر الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين آمين افرحي أياتها النقية الكلية البركات التي ولدت الخلاص للعالم بمن بها ارتقينا من الأرض إلى العلا افرحي سترا وثباتا وسورا وحصنا للمرتلين سبحوا الرب يا جميع أعماله وزيده رفعة مدده كل الأرض فليبتهجوا بالروح حاملين المصابيح وطبيعة العقل الغير الهيولين فلتحتفل معا مؤيدا
لموسم أم الليلة الشعر وعاتفة بفراحي يا والدة الليلة النقية الدائمة البتولية والكلية الطوبى. أيتها الفائق قدسها يا والدة الإله خلصينا. أيتها الفتاة أنقذينا من التجارب والسبي البربري ومن كل ضربات أخرى واردة إلينا. نحن البشر الخاطئين لكي نصرخ إليك بالسلام. نحن المؤمنين الذين بك صرنا مشاركين الفرح السرمدي. أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا. لقد ظهرت لنا أيتها النقية استنارة وتثبيتا، لذلك نهتف إليك قائلين افرحي يا كوكبا لا يغرب مدخلا إلى العالم الشمس العظيمة. السلام عليك يا من فتحت عادنا المغلقة. افرحي يا عمود النريه مدخلا البشر الى الحياه العلويه. ايتها الفائق قدسها والده لله خلصينا. لننتصب بورع في بيت إلهنا ونهتف قائلين السلام عليك يا سيدة العالم. السلام عليك يا مريم سيدتنا أجمعين. افرحي يا من هي وحدها جميلة في النساء وبريئة من العيب. السلام عليك يا إله متقبلا فيه الطيب الذي لا يفرغ الذي انسكب عليك. المجد للأب والابن والروح القدس. السلام عليك أيتها الحمامة التي ولدت الرحيم. افرحي يا دائمة البتولية يا فخر جميع الأبرار وإكليل المجاهدين. افرحي يا جمال كل الصديقين الإلهي. السلام عليك يا خلاص كل وان وإلى دهر الدهر نامين. أشفي اللهم على ميراثك وتغفر
عندك من يستعطفك إلى ذلك التي ولدتك على الأرض بغير زرع. لما شئت بعظيم رحمتك أن تتصور بالغريب أيها المسيح. كل سنة وأنتم سالمين. أمنا الفائقة القداسة هي تحميكم وتعطيكم كل نعمة وبركة بشفاعتها من لدن الرب والإله والمخلص. أبنائي، يوم الأحد الماضي، مع أنه الكنيسة في الأربع أحد الماضية هيأتنا حتى ندخل بشوط الصوم، الأحد الماضي أقابت الكنيسة تذكار نفي آدم وحواء من الفردوس. ويوم التنين بلشنا بالصيام، وكأنه أمنا الكنيسة بدها تحكي لنا إنه نعم تردنا بآدم وحواء بسبب المعصية من الفردوس، ولكن تعالوا يا أحبة أن نعود إلى الفردوس بالصوم. جدنا آدم ما أطاع الله لما حط له وصية الصوم. تعالوا نحن أبناء الكنيسة المؤمنين إنه نطيع الله بالصوم وندخل للملكوت من خلال توبة حقيقية، من خلال صوم حقيقي اللي نقدمه لربنا. ربنا محتاج لصومنا أو صلاتنا أو عبادتنا أو أي إشي؟ لا أبنائي، ربنا مش محتاج لأي إشي. ربنا هو كامل في كل شيء، ما بحتاج لشيء. نحن منحتاج للصوم وللصلاة وللعبادة. الصوم بالنسبة إلنا هو طاعة لوصية ربنا لإلنا، ولكن هاي الوصية شو هدفها؟ هدفها إنه مننا نجاهد، لأنه بالتعب تقتنى الأشياء الحسنة. هذا قانون لازم ندركه نحن روحياً ونربيه ونغرسه في أولادنا. الأشياء الصالحة الجيدة تقتنى بالمتاعب، بدك تتعب حتى تحصلها. وعشان هيك بيجي الصوم حتى شو يعمل فينا؟ حتى يساعدنا إن نضبط شهواتنا، إن نموت العالم اللي فينا. لأنه العالم بمفهوم الإنجيل بجاوب أباء الكنيسة وبيحكوا العالم مش هو الناس. لما حكى المسيح في العالم ستكونون في ضيق،
ولما حكى رئيس العالم يأتي إليه، العالم شو هو؟ العالم هو اسم جامع لكل الشهوات، هذا هو العالم. وعشان هيك نحن مدعوين إنه نموت العالم اللي فينا، يعني شهواتنا، حتى ننتصر عليها. والصوم هذا اللي بعطينا إياه. الصوم مش هو فقط إنه نمتنع عن بعض أطعمة، اللي هذا مهم ولازم وضروري أساسي، ولكن هدف هذا الامتناع إنه نضبط شهواتنا ونحاول إنه نموت حبنا لذاتنا، ونقدر إنه ننفتح مع ذاتنا، مع القريب ومع ربنا، من خلال العودة الحقيقية لذاتنا، لداخلنا، حتى نتوب، حتى نشوف وين نحن موجودين وشو الشهوات اللي موجودة فينا. الصوم بيساعدنا حتى إنه نقوي الإرادة اللي فينا حتى تعمل مشيئة الله. كتير مهم إنه نصوم أبنائي، وهي دعوة من الكنيسة اليوم من خلال أمنا الفائقة القداسة بأول مديحة لإلها. صوموا، صوموا أولادكم، خلوا أولادنا من الصغر يتعلموا على الصيام، خليهم يحبوا الصيام. إذا أولادنا ما حبوا الصيام، بكرة مش راح نقدر نحكي لهم ماما أو بابا انتبه ما تعمل هذا الشيء، راح يكون ما عنده قوة إرادة، ما بيكون عنده مقدرة إنه يسيطر على شهواته وعلى رغباته. ولكن الصوم هو أفضل تمرين وتدريب لقوة الإرادة اللي فينا، حتى تقوى وحتى تقدر إنها تقاوم الشر وتحب الخير. والخير هو المسيح، وصاياه، تعاليمه، حياته. الصوم بيغطسنا ببحر الحب، حب المسيح، عشق المسيح، وهيك منقدر إنه نطلع من أنانيتنا، من حبنا لذاتنا. نحن كتير أنانيين، ومن حب القنية، من حب نجمع أشياء لإلنا. الصوم بقوي هاي الإرادة اللي فينا حتى نضبط شهواتنا، ويكون عندنا روح رئاسي، يعني نحن اللي نقودها مش هي اللي تقودنا. هذا كتير مهم إنه نربيه في أولادنا. عشان هيك صوموا وخلوا بيوتكم كلها في هاي الفترة تتزين في الصوم، الصوم اللي بيقود لبحر المحبة، ونموت إرادتنا الخاصة وأنانيتنا، ونقدر إنه نعرف ضعفنا ونتوب. وقتها منقدر إنه نتوب، لما منقدر إنه نحس بضعفنا وقديش إنا نحن بحاجة لربنا، وقديش هو قريب منا وبيساعدنا بكل شيء. عشان هيك أبنائي، خلوا أولادكم يصوموا من الصغر، من عمر 4 و5 سنوات خلوهم يصوموا، ولما يجوا للمناولة يكونوا صايمين، مش مكلين ولا أي إشي، وحتى لما يأخذوا القداسة يكونوا صايمين، مش مكلين أي إشي ولا شربين.
كتير مهم في الزمن اللي نحن فيه نسلح أنفسنا بهاي النعمة، نعمة المسيح اللي تسكن فينا، حتى نقدر إنه نتغلب عن العالم. وحكيت شو هو العالم. نحن محتاجين كتير في هذا الزمن لهذا السلاح. بتشوفوا الكل قديش خايف من مرض الكورونا، في ذعر، في خوف في كل مكان. الإنجيل حكى لنا رح تكتر الأمراض والأوبئة والزلازل والحروب والكوارث، ولكن ما تخافوا. هاي نقطة كتير مهمة وبيعلمنا إياها الصوم. الصوم لما نتحرر من أنانيتنا ونسيطر على شهواتنا، وقتها منتعلم كيف نثق بربنا ونثق بصلاحه. وأول شيء منعمله ما منخاف. وعشان هيك أنا بحكي لكم كأب روحي لكم اللي بحبكم، ما تخافوا، ما تخلوا الذعر يدخل في قلبكم. خذوا الاحتياطات اللازمة. كثيرين بيتكلموا عن احتياطات كثيرة وهم شاطرين فيها، اسمعوا منهم في الانتباه منها، مثل تغسيل الأيدي، الانتباه على النظافة العامة وإلى آخره من الأمور. أنا مش جاي أتكلم عنها ولا بفهم فيها، نحن كلنا رح نسمع شو رح يحكوا لنا نعمله، ولكن أنا بدي أحكي لكم أشياء تنين. أول شيء إنه نحن بدنا ناخذ وقاية روحية، بدنا نتوب، بدنا نتوب، بدنا نتعلم نصلي، بدنا نتعلم نصوم، وبدنا نتعلم نحب بعضنا البعض ونتسامح، بدنا نتعود إنه ندعس على ذاتنا، على أنانيتنا، وننفتح مع الآخر بمحبة المسيح ونتوب، ونتعلم عمل الرحمة. هاي هي الوقاية لإلنا، هذا اللي بيحمينا، وهذا اللي بيخلينا دائماً بسلام. هذا من جهة. ومن جهة تانية أبنائي، بدنا ننتبه، لأنه هلأ هون بدكم تعرفوا كأب روحي بنبه، أنا مش جاي أتكلم ولا ضد أي أحد، ولكن بدي أنبهكم، بدي تعرفوا شيء. وأباء الكنيسة بيحكوا هذا، الأباء الكنيسة القديسين، إنه كل ظرف الشيطان بيستخدمه حتى ينفذ مخططه في العالم. تعالوا نشوف الليلة مع بعضنا شو مخطط الشيطان من وراء هذا الفيروس، شو بده يسوي في الناس. أول إشي بده بيخليهم قلقين وخايفين، خوف. تاني إشي بده يبلش يحط سوسة بأذهانهم إنه انتبهوا، بلشوا هلأ البعض بسمع، ما تتناولوا من نفس المعلقة. راح البعض التاني وحكى شو؟ ما تأخذوا البركة وتبوسوا إيد الكاهن. راح البعض وحكى، وفي بعض كنائس برا عملوه بكل أسف، بلاش تزوروا الإيقونات. شوفوا لوين الشيطان، هاد كله شيطان، هاي مش وقاية. الوسخ اللي فينا مش مشكلة، بس ما نزورش الإيقونة، ما تزور الإيقونات، لأنه الجرثومة بتنتقل من خلال الإيقونة اللي هي نبوع أشفية. أوعكم أبنائي،
أوعكم، أوعكم تقعوا بهذا الفخ. هذا فخ شيطاني بده يوقع الناس حتى يبعدهم عن الكنيسة، عن ربنا، عن الإيمان، عن المناولة، عن الإيكونة، عن الصليب، عن كل إشي. أوعكم هذا الشيء يصير فينا، من نضلنا نتناول من نفس المعلقة. قديش ألوف السنوات هذا جسد ودم الرب والمخلص، يتناول عبد الله جسد ودم الرب والمخلص يسوع المسيح لشفاء النفس والجسد ولحياتك الأبدية. شفاء، شفاء بعطيه. وهلأ الشيطان بده يحط لنا إنه من خلال المناولة بتنتقل للأمراض. يا ويلنا إذا منقع بهذا الفخ، يا ويلنا، يا ويلنا. انتبهوا أبنائي، أوعكم تسمحوا لواحد، لأي جزء من الفكر يدخل لهيك لذهنكم، ارفضوه، اطردوه. قديش أبائنا وأجدادنا من الكهنة والمطارنة القديسين اللي كانوا يروحوا على المستشفيات وما زالوا ليومنا بناولوا مرضى في أمراض خطيرة ومعدية، وبعد ما يناولوا بناولوا وهو على فراش، بناولوا وبحط المعلقة بعدين في تمه وبيكمل الكاس. عمرنا ما مرضنا من أي شيء، عمرنا ما منرضى، ما مرضنا. وقديش دكاترة ومستشفيات نبهونا إنه انتبهوا، المرض اللي فيه معدي خطير جدا طبيا، بسبب الموت. كنا ندخل نناول ونكمل الكاس في نفس المعلقة. هيونا موجودين معكم، وأبائنا وأجدادنا كلهم هيك. أبنائي لا، فهذا الإشي بده يكون واضح بأذهاننا، ما في خوف. وعشان هيك تناولوا طبيعي، خدوا المعلقة حطوها بتمكم زي ما لازم تكون، خدوا الجسد والدم وروحوا على بيوتكم ومعنكم نعمة المسيح. نحن هذا مش هو تذكار لحدث صار قبل 2000 سنة زي ما بيدعي بعض الطوائف والبدع والهرطقات. أوعكم تسمعوا منهم، لأنهم عندهم، ما في عندهم جسد ودم، هدول ما عندهم جسد ودم، هدول بيعملوا تذكار، هدول هرطقات وبدع في المسيحية اللي بيعملوا تذكار للعشاء السري صار قبل 2000 سنة. نحن في الكنيسة الأرثوذكسية ما بنعمل تذكار، نحن المسيح بعطيك جسده ودمه، الجسد والدم نفسه الإلهي لشفاء أمراضك الجسدية والروحية ولحياتك الأبدية. فوصاتي لكم أبنائي بكل محبة، أوعكم تقعوا بأي فخ من هاي الفخاخ، ولكن زي ما حكيت لكم خذوا الوقاية اللي رح يحكوا لنا عنها ونمشي فيها، ولكن نأخذ الوقاية الروحية وننتبه من هذا الفخ حتى ما نقع فيه. أبنائي ربنا يأهلنا الليلة بشفاعة أمنا العذراء. اليوم كل قلوبنا هي نحو أمنا الفائقة القداسة اللي الكنيسة بتوضعها في كل جمعة من أسابيع الصوم 40 المقدس حتى تعزينا وتعطينا قوة وبركة وتحكي لنا كأم حنون ابقوا على إيمانكم، وابني وإلهي يسوع الحلو بحبكم. هاي اللي بتحكي لنا أمنا العذراء. وعشان هيك خلينا زي ما كنا دائما أبناء لإلها، قريبين منها ونتعلم منها كيف نحب بعضنا البعض وكيف نتوب وكيف نتواضع. ربنا يبارككم أبنائي، كل سنة وانتم سالمين، تكملة الصيام مبارك، وخلوا أولادكم والكل يصوم. صدقوني كل ما صمنا رح يكون في بركة للجميع. ربنا يحميكم ويبارككم، كل سنة وانتم سالمين. لسنين عديدة يا سيد، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت، ارحمنا.
قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الدائرين أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الدائرين أمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهر أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدر والمجد والآب والابن والروح القدس لا نكل عن دهر الداهرين. أمين. لقد اتخذت إيمان المسيح داخل قلبك كدرع، فتوطأت القوات المضادة يا جزيل الجهاد، وتتوجت على الدوام بإكليل سماوي يا عديم الانغلاب. أيها الرب البارئ كل الخليقة، يا رب ارحم 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 يا رب ارحم. كيري ليسون 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 كيري ليسون. يا رب ارحم 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 يا رب ارحم. يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد، المسيح الإله الطويل الأناة الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطأ، الداعي الكل إلى الخلاص بموعد الخيرات المنتظرة. أنت يا رب تقبل منا في هذه الساعة طلباتنا، وسهل حياتنا إلى عمل وصاياك. قدس أرواحنا، طهر أجسادنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، نجنا من كل حزن وشر ووجع، أحطنا بملائكتك القديسين حتى إذا كنا بمعسكرين محفوظين ومرشدين نصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك الذي لا يدنى منه، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين. يا من هي أكرم من الشيروبيم وارفع مجدا بغير قياس من السرافيم، يا من هي بغير فساد ولدت كلمة الله، حقا إنك والدة الإله، إياك نعظم باسم الرب بارك يا سيد. يرأف الله بنا ليباركنا، ليضيء بوجهه علينا ويرحمنا. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. أيتها السيدة الطاهرة النقية العذراء عروس الله العديمة العيب البرية من الدناس، يا من بمولدك المعجز اتحد كلمة الله بالبشر، وطبيعتنا المقصاة قرنتها بالسماويين، يا رجاء من ليس لهم رجاء سواك وحدك، يا من هي معونة للمحاربين ونصرة مستعدة للمسارعين إليها، يا ملجأ كل المسيحيين، لا ترذلينينا الخاطئة المتدنسة بقبح الأفكار والأقوال والأفعال بجملة ذات الصائرة بالعزم الخامل عبدا للذات العمري،
لكن بما أنك أم للإله المحب البشر تحنني بتعطف علي أنا عبدك المفرط الخاطئ واقبلي من شفتي الدنيستين ما أقدمه إليك من الابتهال وبالدالة الوالدية التي لك نحو ابنك ربنا وسيدنا ابتهل إليه لكي يفتح لي جوانح محبته للبشر وتحننه وخيريته ويتجاوز عن فوات التي لا تحصى ويردني إلى التوبة ويجعلني لوصاياه حافظا وفاعلا مختبرا واحضري عندي دائما أيتها الرحيمة الشفوقة الوادة الخير والصلاح أما في هذا العمر الحاضر فبحرارة الشفاعة والمعونة امنعي عني طوارق المعاندين الرديئة وارشديني إلى الخلاص وأما في وقت خروج نفس الشقية فاحدقي بي واقصي عني قتام منظر الشياطين الأشرار وأما في يوم الدينونة الرهيب فنجني من العقوبات المؤبدة واجعليني وارثا لشرفي ومجد ابنك وإلهنا المتعذر وصفه الذي يفوز به بوساطتك ونصرتك أيتها القديسة والدة الإله سيدتي بنعمة ورأفة ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبته للبشر الذي ينبغي له كل مجد وإكرام وسجود مع أبيه الذي لا ابتداء له وروحه الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين واطنا أيها السيد إذ نحن منطلقون إلى النوم راحة النفس والجسد واحفظنا من قتام رقاد الخطيئة المدلهم ومن كل التذاذ مظلم ليلي سكن وثبات الألام أطفئ سهام الشرير المحماة الثائرة علينا بغشين بطل شغب أجسادنا وارقد كل معقولنا الأرضي الهيولاني وامنحنا يا الله عقلا ساهرا وفكرا طاهرا وقلبا مستيقظا ونوما خفيفا خاليا من كل تخيل شيطان
وقت الصلاة ثابتين في وصاياك ومالكين على الدوام في ذواتنا ذكر أحكامك وهب لنا أقوال تماجيدك طول الليل لنسبح ونبارك ونمجد اسمك الكلي الإكرام العظيم البار أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين آمين. حكمة فلنستقم ونستمع قراءة الإنجيل المقدس. ولروحك أيضا فصل شري من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. ولك يا رب المجد لا. قال الرب لتلاميذه: أنا الكرمة الحقيقية وأبي الحارث، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، أثبتوا في وأنا فيكم. كما أن الغصن لا يستطيع أن يأتي بثمر من عنده إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضاً إن لم تثبتوا فيا. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، من يثبت فيا وأنا فيه فهو يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تستطيعون أن تعملوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت فيا يطرع خارجا كالغصن فيجف، فيجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. إن أنتم ثبتتم فيا ثبت كلامي فيكم، تطلبون مهما أردتم فيكون لكم. مجد لك يا رب المجد لك. قدمي صلاتنا إلى ابنك وإلهنا متوسلة إليه لكي يخلص بك نفوسنا. الآب رجائي والابن ملجئي والروح القدس وقائي. أيها الثالوث القدوس المجد لك.
إليك وضعت كل رجائي يا والدة الإله، فاحفظيني تحت ستر وقايتك. ولا تبعد عني بسبب إسرافي، ولا تعطي فرصة للشيطان الشرير أن يسود باقتداره على جسد هذا المائت، بل امسك بيد الشقية المسترخية واهديني إلى طريق الخلاص. نعم يا ملاك الله القديس الحافظ والساتر نفس الشقية وجسدي، سامحني بكل ما أحزنتك به أيام جميع أيام حياتي، ولأن كنت قد أخطأت في نهار اليوم فكن أنت ساتراً لي في هذه الليلة، واحفظني من جميع حيل المعاند لكي لا أسخط الله بخطيئة من الخطايا، وتشفع من أجلي إلى الرب ليثبتني في خوفه ويوضحني لخيريته عبداً مستحقاً. آمين. المجد لك يا المسيح رجانا، المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الدهرين، آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. بسم الرب بارك أيها السيد القديس. أيها المسيح الآن الحقيقي، أنت بشفاعة مكل كلية الطهارة البريئة من كل عيب، قوة الصليب الكريم المحيي، نعمة القبر المقدس القابل للحياة، طلبات قوات السماوية العقلية للإله العديمة الأجساد، تضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، قديسين مشرفين رسل كل مدينهم، قديس المجيد رسول كل مدينه عقوب اخي الرب ورؤساء ساقفه اورشليم، وبشاره واتلى صاحبه هذه الكنيسه المقدسه، قديسين المجيدين شهداء الحسني الظفر، ابائنا الابرام توشحين بالله، قديسين الصديقين جدي المسيح لا يكفي محني، والقديس ثودور ستيرون الذي منكره اليوم وجميع قديسيك، اجعل طلباتنا مقبولة، وهب لنا غفران زلاتنا، واسترنا بشيطنا حي، واطرد عنا كل الأعداء والمحاربين، سلم حياتنا يا رب وارحمنا وارحمنا، خلص نفوسنا من كالصار محمد البشر، سامحوا لي يا شحيين، الله يغفر لي ولكم، يغفر لك يا لب القديس، نصلي من أجل سلام العالم، من أجل المسيحيين حسن العباد الرودوكسيين، من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس رئيس ساقفتنا كريستوفوروس كل إخوتنا من المسيح، من أجل متخلفين عنا من أبينا وأخوتنا، من أجل يبغضوننا والذين يحبوننا، من أجل يقدموننا والذين يرحموننا، من أجل أرسلنا غير المستحقين نصلي من أجلهم، ارحمهم كاظم عتق الأسرى ونجاتهم، من أجل المسافرين في البحر والبر والجو، من أجل المطروحين في الأمراض، ونصلي أيضا من أجل خصف الأرض بالثمار، ومن أجل نفوس جميع المسيحيين والأرثوذكسيين، لنغبط الملوك الحسن العباد رؤساء الكهنة ذوي الرأي القويم والذين شاهدوا هذا الهيكل المقدس، ووالدينا ومعلمينا جميع المنتقلين من أبينا أخذ الأرثوذكسيين ثاوينا هنا في كل مكان، كليسون 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 Amen.
يا سيد لسنين عديدة، يا سيد. بصلوات بين القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. وسنيكم عديدة ومباركة سلمتمكم. كل سنة وانتم سالمين أبنائي.